أهلا وسهلا من جديد. تأثرت المملكة منذ أمس بمنخفض جوي يصنف بأنه من الدرجة الثانية وفقا لمؤشر قياس شدة المنخفضات الجوية المبتكر من طقس العرب. سيتمركز هذا المنخفض فوق الأراضي العراقية ويترافق مع تدفق لكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ ورطبة قادمة من شرق القارة الأوروبية. تفاصيل أكثر حول هذا المنخفض ينضم إلينا مدير العمليات في طقس العرب أسامة الطريفي. إذا أسامة صباح الخير، هل لك أن تضعنا في صورة الأحوال الجوية؟ صباح الخير. نعم صباح الخير علاء لك، صباح الخير لجميع اللي عم بتابعونا حاليا. يعني في البداية زي ما ذكرت، تأثرت المملكة مع ساعات مساء يوم الأحد وليلة الأحد الاثنين بمنخفض جوي من الدرجة الثانية وفقا لمقياس طقس العرب بشدة المنخفضات الجوية. الدرجة الثانية هي الدرجة الاعتيادية، المقياس من 1 إلى 5، 1 بمستوى منخفض جوي ضعيف و5 بمستوى عاصفة استثنائية. المنخفض الحالي هو من الدرجة الثانية. تزايد تأثير هذا المنخفض الجوي مع ساعات ما بعد منتصف الليل، يعني خلال ساعات ما بعد الساعة 1 والثانية فجرا، تدفق كميات كبيرة من السحب الرعدية الماطرة باتجاه مناطق واسعة من شمال ووسط وجنوب المملكة. عملت هذه السحب الرعدية على هطول أمطار رعدية متواصلة بين الساعة 2 فجرا وحتى 5 من فجر هذا اليوم في عموم المنطقة الشمالية والوسطى بما فيها العاصمة عمان. طبعا تدفقت أيضا رياح باردة جدا إلى منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. عملت هذه الرياح على يعني حدوث انخفاض كبير وهائل في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة. الأيام السابقة منذ 4 أو 5 أيام سابقة الحرارة في عمان تتجاوز 20 درجة مئوية، ومعظم المدن الأردنية حاليا الحرارة مع ساعات صباح يوم الاثنين فقط 5 درجات مئوية في العاصمة عمان، وهناك برودة لافتة في الأجواء. نلاحظ طبعا من آخر صور الأقمار الصناعية استمرار تمركز المنخفض الجوي في أواسط العراق واستمرار تدفق بعض السحب الرعدية على فترات خلال الساعات القادمة بالأخص في المنطقة الجنوبية. أيضا حاليا مع ساعات صباح يوم الاثنين تشهد مرتفعات الطفيلة وسلسلة جبال الشرار تساقط وتراكم للثلوج على فترات، بفعل طبعا توقع تساقط الثلوج في تلك المناطق، وهي مناطق فقط مقتصرة في جنوب المملكة التي تزيد عن 1400 متر في سلسلة جبال الشرار وأيضا في مرتفعات الطفيلة. ننتقل إلى استعراض يعني توقعات الأماكن الهطول المطري أو الثلج خلال الساعات القادمة. نلاحظ مع ساعات الصباح الآن تمركز الهطولات أكثر في المنطقة الجنوبية مع بقاء فرصة لبعض الهطولات الرعدية في المنطقة الشمالية والوسطى. خلال الساعات القادمة حتى ساعات الظهيرة والعصر يتوقع يعني استمرار فرص تساقط زخات رعدية من الأمطار، لكن الأمطار بشكل عام ستكون خلال الساعات القادمة عبارة عن زخات رعدية غير مستمرة لساعات طويلة، لكنها قد تكون غزيرة تترافق أيضا بتساقط غزير للبرد أحيانا، في حين يتوقع استمرار فرص تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية الجنوبية التي تزيد عن 1400 متر في الطفيلة والشرب. فرص الأمطار خلال الساعات القادمة حقيقة واردة في عموم مناطق المملكة، لكن ستكون على شكل زخات رعدية، ما بنتوقع تكون أمطار غزيرة أو مستمرة، قد تكون على شكل زخات رعدية تترافق بالرعد والبرق وربما زخات البرد، وقد تكون غزيرة لفترات، في حين تتراجع الفاعلية الجوية بشكل لافت مع ساعات المساء والليل ويستقر الطقس في عموم مناطق المملكة. إذا المعلومة الأولى استمرار زخات الأمطار الرعدية في عموم مناطق المملكة على فترات حتى ساعات الأولى، بعد هيك راح يستقر الطقس بشكل لافت في عموم المناطق، لكن مع تحوله إلى بارد بأغلب مناطق المملكة. الطقس اليوم في العاصمة عمان العظمى 9 درجات مئوية، في حين الإحساس بالحرارة فقط 5 درجات، الرطوبة مرتفعة 94% نسبة الرطوبة في الأجواء. كما ذكرنا هناك احتمال لاستمرار تساقط زخات رعدية من الأمطار على فترات من الآن وحتى تقريبا الساعة 5 من مساء اليوم، بعد ذلك تتراجع الفاعلية الجوية، تكون هذه الأمطار على شكل ثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية في جنوب المملكة اللي بتزيد عن 1400 متر في الطفيلة وسلسلة جبال الشرار. الطقس خلال الثلاث أيام القادمة أجواء باردة عموما، درجات الحرارة دون معدلاتها نحكي عن 11 درجة مئوية الثلاثاء والأربعاء، في حين ترتفع قليلا الخميس عن 14 درجة مئوية، لكن استمرار الأجواء الباردة يوجد حقيقة يعني احتمال لبعض الأمطار الخفيفة يوم الخميس في بعض مناطق المملكة، لكن السمة الباردة للأجواء خلال الأيام القادمة أنها مستقرة نوعا ما، استقرار مؤقت حقيقة على الأجواء حتى نهاية الأسبوع، أيضا مع درجات حرارة بشكل عام يعني باردة تستمر حول 5 درجات مئوية
في عموم مناطق المملكة. ملخص لنا الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة، طبعا استمرار زخات الأمطار الرعدية حتى ساعات المساء الأولى من اليوم، يستقر الطقس مع ساعات المساء والليل وينتهي تأثير المنخفض الجوي مع تحول الأجواء إلى باردة جدا في كافة مناطق المملكة وتحذير من تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية. أيضا يعني عندنا صقيع وطقس بارد ليلا والحرارة الليلة القادمة ما دون 5 درجات مئوية في عموم مناطق المملكة. توصيات هامة يعني خلال ال 12 ساعة القادمة، ننصح الجميع بالانتباه في طرقات المرتفعات الجبلية العالية في جنوب المملكة كنتيجة لتوقع تساقط وتراكم الثلوج في تلك الجبال. أيضا يعني تنبيه من تشكل السيول في بعض المناطق التي قد تشهد عودة للزخات الرعدية خلال الساعات القادمة وصولا حتى ساعات المساء الأولى من هذا اليوم. أسامة، في منخفضات قادمة في شهر نيسان؟ نعم، يعني بالنسبة للأحوال الجوية لو نطلع على الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، كما ذكرنا يستقر الطقس هذا المساء وأيضا يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، لكن على ما يبدو يعني بحسب القراءات الأولية هناك تمركز لمرتفع جوي في مناطق هامة من القارة الأوروبية خلال الفترة القادمة. هذا الأمر قد يدفع بالمزيد من الكتل الهوائية الباردة ربما المنخفضات الجوية إلى المملكة نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع القادم، لكن نحن الآن في فترة انتقالية يصعب تحديد طبيعة هذه المنخفضات الجوية أو مدى شدتها، لكن المؤشرات الحالية تشير على وجود فرصة لاستمرار تأثر المملكة بالمنخفضات الجوية والأجواء الباردة حقيقة خلال الفترة القادمة. نعم، مدير العمليات في طقس العرب أسامة الطريفي، شكرا جزيلا لك.